بعد كده ايه اتعلمت ان البار لما يطلع يطلع لفوق، فمحتاج قوه من تحت اكتر من القوه اللي ورا، فانا باخد البار من تحت لفوق من تحت لفوق، لكن كله هياخده كده فيقلب كده فيقلب. فانا عايزه لفوق، هو ده اخر في الكليم مثلا، هو ده اخر واحد تاني البار بيبقى هنا وبيبدا ينزل. طب ما انا عايزه هنا، مش هيجي من هنا لما انا اكون ضارب من ايه؟ من تحت. فلازما يكون الرجلين في الانقباض ده في الوضع ده عشان اقدر ان انا ايه؟ اضرب لفوق. تفهم شكل الحركه وتطبق بس لحد هنا بس، بس هو ايه الحركه دي بس خلاص. لكن كله بيجي هنا روح عامل ايه؟ روح طالع البار فين؟ باين. عندك حلين بقى، يا اما تخش له وهتنط برجلك بقى لقدام، يا اما تجيبه وتوديه. هو فاضيلك؟